أنا رب العالم وأنا مش هسيب فرصة لحاجة تكسرني ولا هتهزم وضعف قوي. أنا مش ضعيف، أنا مش غريب، أنا زي الناس. لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان أنا مش هفكر، مش هتأثر مهما كان. أنا مش خايف أتشاف، أنا مش آسف إن أنا كل مرة بنتابع احتفالية قدرون باختلاف نلاقي حاجة مختلفة، حاجة جديدة، حاجة بتنور كده قدامنا. بنلاقي موهبة حقيقية بنعرفها وبنتعرف عليها، بنلاقي طاقات عند ناس، وبنلاقي مجالات مختلفة كل اللي موجودين فيها عندهم قدرات إبداعية مختلفة، مواهب عندها أحلام كبيرة تقدر تعمل فرق في الرياضة، في التمثيل، في الغنى، في الأدب، في حاجات كتير جدا. النهاردة احنا معانا زياد إبراهيم عبد السلام من دوي البصيرة، ابن محافظة البحيرة وبلدياتي، تألق وأبدع في الغنى خلال احتفالية قدرون باختلاف بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا زياد أنا فرحانة أنك موجود معانا، صباح الفل عليك. وأنا كمان أهلا وسهلا وصباح النور على حضرتك. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. طيب يعني أنت السنة اللي فاتت غنيت قدام الرئيس، والسنة دي ما شاء الله عليك صوتك وداك تاني الاحتفالية في قدرون باختلاف. الحمد لله. ازاي بتعملها دي؟ هو السنة اللي فاتت طبعا لما اختاروني ان انا اغني قدام فخامة الرئيس كانوا عاملين لي مفاجأة، الا وهي الموسيقار عمر خيرت، تمام؟ فهم اختاروني عشان انا كنت اول على مستوى الجمهورية، ده السنة اللي فاتت 2021. الله. السنة دي اختاروني عشان طلعت أول على مستوى العالم في مهرجان الموسيقى العربية. ما شاء الله. في مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للغنى العربي. أنت مش راضي تسيب المركز الأول. بتاعك ومش هتسيبه. طبعًا. أنت ملهم جدًا، يعني أنا سمعت صوتك في الاحتفالية من حتة تانية خالص. ربنا يكرمك، شكرًا. القادرون باختلاف. بتضيف ايه؟ اكيد انت اكتر واحد لمست ان هي فيها رسائل كتير جدا وفيها دعم نفسي كبير جدا لقطاع مهم جدا من المصريين، بتعمل ايه؟ بص، هو القادرون باختلاف يعني خلتنا نحس بقيمتنا، يعني اي حد جواه موهبه بقت يعني حتى لو هو فقد الامل هي بترجع ليه الامل تاني. صحيح. يعني والله بترجع لينا احنا الامل. ربنا يكرمك. وطبعا لما احنا بنقف على اكبر مسارح مصر زينا زي يعني الفنانين العاديين او السوبر ستار يعني العاديين، يعني مثلا زي مسرح المناره، الحفله اقيمت في مركز المناره، تمام؟ فاحنا لما وقفنا على خشبه المسرح ده طبعا حسينا ان احنا زينا زي اي حد عادي، فده بالنسبه لي كمطرب ضافت لي كتير. اما بالنسبه بقى لينا عامه كقادرون باختلاف وذوي همم، هي ضافت لنا كتير جدا، وقوانين سيادة الرئيس يعني حطها ومزايا كتير يعني ما كانتش يعني متاحة، متاحة قبل كده وبقت موجودة. وبقت موجودة، والشعب كمان اتعرف علينا اكتر حقيقي، يعني الشعب المصري. انا مثلا الاعلام سلط الضوء اكتر، ده حقيقي جدا طبعا حقيقي. انا عاوز اقول لك انا بمشي لوحدي مثلا في مواصلات، ممكن اروح المطار لوحدي عادي لو انا رايح شرم الشيخ مثلا او اي حته، بلاقي الناس متعاونه جدا جدا يعني. والشعب بقى عنده يعني الحمد لله بقى عندنا ثقافه ان احنا ازاي نتعامل مع الاعاقه البصريه او الحركيه او ما الى ذلك يعني. طب احنا عايزين نسمع حاجه يا زياد. يا ريت نفضل نسال اسئله واحنا الكرواني وجودك. تحبوا تسمعوا قديم ولا جديد؟ اللي انت تحب تغنيه.
طيب هنقول حاجة لأم كلثوم. الله. إن شاء الله تعجبكم. كنت ابتعد عنه، كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مسيرك يوم تخضعلي وتجيني، تخضعلي وتجيني، طوعني يا عبدي طوعنا انا وحدي، مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي، مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي، انا اللي اعطيتك من غير ما تتكلم، وانا اللي علمتك من غير ما تتعلم، انا اللي اعطيتك من غير ما تتكلم، وانا اللي علمتك من غير ما تتعلم، واللي هديته إليك ما تحسبه بإيديك، وتشوف جمالي عليك من كل شيء أعظم، سلم لنا سلم لنا سلم لنا. الله والله تسلم. الله تسلم، تسلم والله، والله تسلم. شكرا. صوت من السماء. شكرا. قول لي يا زياد، انا حابب اتعرف معاك على الكواليس اللي انت بتمر بيها علشان تجهز احتفاليه قادرون باختلاف. بتعمل ايه؟ هو طبعا بيبقى يعني مثلا انا غنيت لحن جديد السنه دي، فبيبقى طبعا ان احنا بنروح للاستوديو. انا عايز اقول لك الأستاذ هشام جمال قعد معانا كتير المخرج عشان نظبط اللحن ونتقن اللحن، وكمان مخارج الألفاظ والإباليتي على المسرح، الحركة يعني رجلك مش عارف تبقى مضمومة، إيدك كده مش عارف، كأني سوبر ستار عادي جدا، فبيخلينا حط فينا إن احنا نتعامل كأننا مطربين، بيحطك في فورمات المطرب اللي بيطلع على الستيج بيغني قدام الجمهور. طبعا، وهو ركز في أدق التفاصيل، بحيث ان احنا لما نبقى واقفين قدام الجمهور، يعني مثلا لو حد من الإعاقة البصرية مثلا، كأنه هو باصص للجمهور وعارف هم عاوزين ايه كويس، فدي حاجة جميلة جدا يعني. دي ده بعض من الكواليس بتاعت الحفلة. انت عندك لغايه دلوقتي رصيد 2 قادرون باختلاف. عندك النيه يبقوا اكتر؟ انا نفسي اغني قدام سياده الرئيس كل يوم مش كل سنه. ونفسي اغني في قادرون باختلاف 5 و6 و7 و8 الى ما لا نهايه. طيب، علشان نبقى موجودين وان شاء الله ربنا يديك الصحه وتقدر تعمل حاجات مختلفه. يا اكيد رب. بتجهز حاجه مختلفه ان شاء الله. هو أنا في مفاجآت إن شاء الله في الأيام الجاية. يعني إحنا بنعمل حاجة، بس فكر قبل ما تقول في مفاجآت، علشان هنقوم قايلين لك غنينا جزء من المفاجآت عشان تبقى عامل يعني حسابك أهو من دلوقتي، مش هنحرق لك مفاجآت يعني. بص، هو إحنا بنعمل حاجات جديدة يعني بتوزيع يناسب الشاب المصري اللي هو من جيلي، أنا من جيل العشرينات مثلا، ومن جيل اللي هو من 18 فما فوق. بنعمل يعني موسيقى تناسب الشباب ولكن بكلام راقي وكلام كويس. يعني مثلا ممكن عن طريق أغنية نقول لحد تعين أخوك مثلا من ذوي الهمم، أو ممكن حلو، فيها رسالة إنسانية. رسالة إنسانية أو رسالة وطنية أو دينية وما إلى ذلك. أنا منشد برضو يعني، مش مطرب بس. طب ما سمعنا حاجة من اللي أنت قلتها في قادرون في اختلاف كده، تبقى يعني بالحاجات اللي لمست قلوبنا من
والله انتوا بتقدموا مزيكا يا جماعه ملهمه بشكل عظيم يعني. ربنا يكرمك. شكرا. طيب حاضر، هقول اللحن اللي قلناه. حاجه كده. يوم تاني ونظرة تانية جاية تجرح فيا تاني، ليه بيبصولي أنا مش فاهم، أنا شبه سامع كل أفكارهم تملي في بالي، وبإحساسي أنا رب العالم، وانا مش هسيب فرصة لحد يكسرني، ولا هتهزم وضعف قوي، لو اقع هقوم تاني الله يقدرني، انا عارف اني انا قوي، لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان انا مش هتأثر، مش هتأثر مهما كان، انا مش خايف اتشاف، انا مش اسف ان انا، انا مش اسف اني انا، انت جايبها من جوه. يعني انت مسج ليه؟ لا شكل مختلف. اكاديمية الفنون اخبارها ايه معاك؟ احلى حاجة حصلت لي في حياتي. في حاجة مختلفة انت بتعملها في الفترة دي؟ اكاديمية الفنون احلى حاجة حصلت لي في حياتي حرفيا، وخصوصا معهد الموسيقى العربية. الله. معهد الموسيقى العربية ما كانش بيفتح الباب للمكفوفين أول سنة السنة دي الحمد لله، وأول كفيف في الشرق الأوسط يلتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية أنا. يعني إيه ما بيفتحش الباب للمكفوفين وإحنا عندنا عمار الشريعي؟ يعني يا أولي إزاي يعني ده كان أصلاً قرار موجود؟ هو الوعي زاد ما شاء الله عند هم دكاترتنا، يعني عندهم وعي طبعاً وكل حاجة، بس هم حسوا بينا السنة دي، وخصوصاً رئيسة قسم الغناء في المعهد الدكتور إيمان حسني، هي اللي تبنت موهبتي وامنت بيا ودخلتني المعهد، وكانت واقفه بتطبطب عليا في الاختبارات تقول لي ما تخافش، انت هنا، انت موجود وهتبقى طالب زيك زي اي حد. يعني الدعم يعني بتفرق طبعا، خصوصا لما يبقى في موهبه، وخصوصا لما يبقى في حاجه مختلفه. هم كانوا بيقبلوا، يعني كانوا بيقبلونا في الكونسرفاتوار وفي التربيه الموسيقيه، بس الموسيقى العربيه لا لا، يعني موسيقتنا احنا، هويتنا احنا، مش عايزين تدخلونا فيها ليه؟ فدخلونا طبعا، قبلونا. يا زياد احنا فرحانين انك موجود النهارده. انا اللي فخور وسعداء بيك. انا اللي فرحان وفخور ان واستمتعنا انا استمتعنا والله. ربنا يكرمك. زياد ابراهيم المطرب الجميل نورتنا وشرفتنا. بس نسمع حاجه لا لا انا هقول لك بقى. احنا هنصبح على الناس وهنقول لهم صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر. احنا هنسيبكم مع زياد هو اللي هيختم باغنيه من عنده. صباح الخير عليكم. واغنيه فيها رساله، واغنيه فيها رساله زي الاغاني الجميله اللي انت قلتها، اللي هي فعلا فعلا بتعدل من سلوكنا احنا كمصريين ان شاء الله. المايك معك يا زياد. يا ليلي 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 لي جواب 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 وطمني، ولو انه عتاب 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 لا تحرمني، ابعت لي جواب، ابعت لي جواب، ابعت لي جواب 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 وطمني غير
بستنى وقلبك مال تتهنى، وإن كنت هويت ونسيتني وعليا جنيت مرعتني ما تبعت لي جواب، ابعت